اليوم وبعد 8 سنين تدريب يا جماعة رح نشوف إذا لاعب من لاعبين فريقنا رح ياخذ الكرة الذهبية. عنا فاتي ويوسف دمير وراس بدوري. طبعا يوسف دمير فاجاني لأنه لازم إمر دمير أو تشافي سيموز كانوا أحق، ولكن كأرقام خلاص هيك بدها اللعبة يا جماعة. إن شاء الله واحد منهم ياخذها. عم ينافسنا فيليكس، جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد. الشيء الأهم من الكرة الذهبية هو إنه مين راح نواجه بدور 16 بدوري أبطال أوروبا يا جماعة. الخصوم عنيدة جدا، باريس، مانشستر، مان سيتي، إنتر، أتلتيكو فيورنتينا، أتلتيكو حامل اللقب السنة الماضية، أياكس، برشلونة، عن فياريال، ليبزيك، عن بايرن، فالنسيا، ريال مدريد، دينامو كييف. يا الله مين راح نواجه بدور 16؟ راح يكون شيء حماسي جدا، راح نعرفه بحلقه اليوم. انتوا عم تاخذوا نظره على التشكيله، بدي منكم تفجروا زر اللايك لهي السلسله المولعه لحد الان بعد 16 حلقه. لحد الان الدعم مثل اول حلقه، شكرا لكم يا جماعه. 25000 لايك لهي الحلقه، وبنفس الوقت لا تنسوا تشتركوا بالقناه بالطريق نحو 700000، بعدين خطوه خطوه نحو المليون. فهيا بينا خلينا نشوف صاحب الكره الذهبيه. منتظرين يا جماعه، شكل هم اعلنوها؟ لا لسه لحد الان عم يلعبوا باعصابنا. هل اعلنت ام قرعه دور 16؟ بسم الله. اولا راح نشوف مين راح نواجه. اذا اف سي فلافل بمواجهه اتلتيكو مدريد حامل اللقب. لا، البدايه بدور 16 راح تكون صعبه يا جماعه جدا. حامل لقب دوري الابطال ضد الفريق اللي كان الحصان الاسود باليوروبا ليج، واللي هو نحن رح نلعب ضد بعض. انتر ميلان، سيسكا موسكو، برشلونه، مان سيتي، يا لطيف الطف، دينامو كييف، فياريال، فالنسيا، اياكس، بايرن ميونخ، فيورنتينا، مان يونايتد، ريال مدريد، ليبزيك، وباريس سان جيرمان. شيء خيالي جدا. اذا المعلويات نزلت قبل ما نشوف الكره الذهبيه، فنحن بحاجه كره ذهبيه تجي لفريقنا قبل مباراتنا ضد حامل اللقب. هيا بنا. اعلنت ولا ما اعلنت؟ اعلنت اعلنت اعلنت. فاتي، واخيرا لاعب من عنا حقق الكره الذهبيه يا جماعه، وبدون ما يشارك بدوري الابطال، فقط باليوروبا ليج، بارقام خارقه بالدوري الانجليزي، بالكاس، بكل شيء. اذا فاتي استحق انه يكون صاحب الكره الذهبيه، ولسه مشانين بالمواسم. ان شاء الله تشافي سيموز، ان شاء الله امر دمير كمان يستحقها جدا. فاتي الف مبروك، صاحب الكره الذهبيه، راح يفوت ماتش كبير جدا ضد اتلتيكو بدور 16 من دوري الابطال. البرازيل عم يعرضوا لي انه دربهم يا جماعه كمنتخب، شو رايكم؟ مع الفلافل فينا ندرب البرازيل يا شباب. صراحة ما بعرف، في عنا فينيسيوس، يمكن رودريغو موجود، نيمار اكيد اعتزل او اخر ايامه، حتى بلجيكا عم يعرضوا لي، وفي فنلند. والله ليش لا يا جماعة، خلونا نقبل العرض، خلونا نقبل العرض ونشوف حسب انتو تعليقاتكم. لاحظ ان هذا العرض سينتهي ب 2029، يعني بدهم ايانا بكأس العالم 2030 يا جماعة، 2030 بدنا يضبطونا الوضع. فرح وافق على العرض يا جماعه، رح ندرب البرازيل، ولكن طبعا رح نعمل تخطي للمباريات فقط بكاس العالم، رح نشوف حسب تصويتكم بالتعليقات. يا اخي نحن ليش هيك؟ نحن ليش هيك يا جماعه؟ ليش؟ ليش؟ اصابه الجلاد يا جماعه، راس الحرب اللي رح يخرب بيتنا من ورا هاي الاصابه ضد اتلتيكو مدريد. اصابه الجلاد لمده 5 اسابيع، تخيلوا. بدور المجموعات انصاب امر دمير، وامري دمير لما كان مصاب وصلنا لمرحله كان ممكن نطلع من دور المجموعات، فرجع وانقذنا باخر جولتين، ولكن الان 5 اسابيع يا جماعه، 5 اسابيع للجلاد الهداف. شوفوا الاحصائيات، انا راح افرجيكم الاحصائيات بتحكي. 29 مباراه، 17 هدف و6 اسيست. عنا فاتي 22 هدف و10 اسيست، يعني هو ثاني افضل مسجل، وطبعا هو جلاد بمعنى الكلمه. امري دمير مسجل 16 8. طبعا حاليا راح نحاول نغير الخطه، نلعب بشكل جديد، لانه رؤوس الحرب اللي عندي صراحه صعب جدا اني العبهم يا جماعه. لازم نظبط وضع التشكيله. حاليا راح نعمل تشكيله تلعب ضد اتلتيكو مدريد. اوه، غارثيا اصابه. لا يا فيفا، لا لا يا فيفا، لا لا. كم؟ 6 اسابيع قلب دفاعي يا جماعه. كيف رح نلعب بلاعبين مصابين يا جماعه؟ كيف كيف؟ ما عندنا بدلاء، بتعرفوا انتم مشكلتنا البدلاء. اجوادو رح نرجعه اساسي، اجوادو طاقات 80، احتفظت فيه لحد الان، عمره 22 سنه، رح يمشي الامور. هذا مجبورين نبدله، غارسيا طبعا لازم ينام هون باحتياط الاحتياط، هون ما عندنا حدا هيك قوي هيك مخبي حاله يا شباب. رح يلعب مدافع بديل اسمه ويليامز، الله يحمينا من الاصابات الثانيه كمان. بالنسبه للهجوم، الهجوم يا ساده، والله ما بعرف شو بدي اساوي. خلص الحل الوحيد انه نلعب بهذا المهاجم الانجليزي مورجان او مورجان.
21 سنة مثل ما شايفين سرعته لا بأس فيها، سرعته 88 والتسارع انهاك قديش انت انهاك 83، حلو يعني حلو اللاعب كطاقات، ولكن لسه بده كتير، لسه بده سنوات لحتى يتطور. حركات المهارة 5 نجوم هذا شيء ايجابي، قدم ضعيف في 4 نجوم، يعني راح يمشينا الامور يا جماعة. اكيد ما مثل الجلاد ولكن مجبورين نلعب فيه يا جماعة ضد حامل اللقب. هيا بنا خلينا نشوف تشكيلة الاتليتيكو. جواو فيليكس، فالفيردي ريال مدريد، عنا رافينا، هيرنانديز، ممكن ثيو هيرنانديز على ما اعتقد، ادرسون حارس. والله صراحة ما حابب كتير ركز تشكيلتهم لانه نحن عنا نقص اقوادو بالدفاع، ممكن يجيب العيد يا جماعة كطاقات، وكهجوم رح يكون عنا عقم تهديفي رح نعتمد على اللاعبين الباقية مثل فاتي ويوسف دمير. يا رب التوفيق، ان شاء الله ما نطلع من دوري الابطال هاي السنه كمان. هيا بنا. لعنه الاصابات حلت على فريق الفلافل الذي اسس بطاقات 50 و60، اليوم ينافس حامل لقب دوري الابطال في دور 16. الجماهير مرتبكه جدا، لا يوجد مهاجم، لا يوجد مدافع، امتلأ الملعب في هذه الاجواء الماطره الجميله في ملعبنا وبين جماهيرنا. ماذا سنفعل امام اتلتيكو دي مدريد؟ جواو فيليكس سينتقم من فاتي، وفاتي يريد تاكيد الذات باحقيه الكره الذهبيه بقياده تشافي سيمونز. الكابتن نبدا، تيفو كبير، حماسي جميل لامر دمير، ميسي الفريق. هيا بنا فلنبدا. اتلتيكو يبدا بقوه، حاملين لقب ابطال دوري الابطال، اكيد سيكونون خطيرين لكن ليس بهذه الطريقه، ليس بهذه الطريقه، ليس من اول دقيقه. اوهو، غياب إيريك غارثيا واضح في الدفاع، استغلوه من اول هجمه. يا الله، ادوار جميله في مباراه اليوم لجندوز. أنسو فاتي رائعة جدا للأمام، أنسو داخل منطقة الجزاء، عرضية، وينك يا جلاد وينك؟ أتلتيكو مدريد خطيرة جدا، فرصة محاولة عرضية، أوهو الثاني بدون إيريك غارثيا دفاعنا مهزوز يا مدريد. خطيرين يا أقوادو، يا أقوادو، يا أقوادو، يا أقوادو، كيف تركت جواو فيليكس وحيدا؟ ثقيلة يا أقوادو، يحاول يمرر والبديل. يا جلاد وينك؟ أنسو فاتي الاختراق جميل، حتى هذه الكرة ضاعت. فرصة أتلتيكو، خلاص الضربة القاضية، 5-0، ليلة لن تنسى. أننا ودعنا دوري الأبطال منذ الذهاب، لا داعي للإياب يا سيميوني. إذا الراس بدوري رجع من الإصابة، ولكن يعني صعب جدا انه يلعب هلا كبدايه، ولكن راح لعبه يا جماعه، جاهزيته صفر وممكن يرجع ينصاب، وهلا هو مصاب ولكن راح لعبه لحتى نشوف هل ممكن نسجل بمرمى اتلتيكو. يا جماعه خلص هذا الموسم يعني راح غامر فيه، يعني راح غامر، حتى راجع بالاصابه راح العب فيه. انا المهاجم الثاني جلطني نهائيا، حتى ممكن الجهاز الطبي ما يسمح. ريتشارلسون بجانب فيليكس فازوا علينا 5-0، مباراه تحصيل حاصل، ولكن ممكن راس بدوري يغير شكل الهجوم اذا كان صاحي. هيا بنا. راس بدوري عاد من الاصابه يا جلاد. ماذا حدث لنا في الذهاب بدونك يا جلاد؟ هنا اتلتيكو احتفاليه التاهل، هو حامل اللقب، ضربونا بالخمسه، لن انساها طول حياتي، وسانتقم منكم في الموسم القادم او اللي بعده، لن انساها ابدا. تغير كل شيء على ملعبهم، البدايه سريعه، تشافي سيمونز نحاول، الكره هناك عند يوسف دمير، يوسف دمير، الكره عند الامير وجلاد. اوهوهو، بدايه ناريه. راس بادوري غيابك كان مؤثر، وجودك هل سيكون مؤثر يا جلاد؟ مؤثر مؤثر. على كرة 1-2 بين الإمري والجلاد، عاد راس بدوري وعادت خطورة الهجوم. الكرة عند إمري مرة أخرى، عرضية وين على خط المرمى يا راسبا؟ لماذا كنت مصاب؟ مرة أخرى أتلتيكو الخطيرة، والهدف الأول. أقواد ضائع تائه في الدفاع، واتلتيكو يسجل عن طريق ريتشارلسون. مرة أخرى شوف أقوادو جاب العيد، أقوادو
يركض وراء ريتشارلسون مره اخرى. اعطيني لهذا، اعطيني لهذا، شوف اكوادو، شوف اكوادو، شوف اكوادو يا اخي، تدخل يا اكوادو بدون ايريك غارثيا دفاعنا سلطك. اوه يا ايريك غارثيا وينك وينك؟ راس بادوري، لمسه ليوسف، يوسف للامام، جميلين رائعين. عاد التيكي تاك الهجوم ولكن الدفاع مهزوز. الكره خطيره، الجلاد، اوه خطيرة. شوف الدفاع، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء وتدخل على بالدي، والآلام تزداد يا دوناروما. شالها دوناروما. يوسف لتشافي، تشافي لإمري، إمري لأنسو فاتي، أنسو فاتي لبالدي، بالدي، تشافي سيمونز. وهدف الشرف للفلافل، احتفلنا في ملعب أتلتيكو وأخيراً 2-1. نعم فرق كبير في النتيجة الأولى والثانية بسبب وجود رأس بادوري والثقل الهجومي. اسم المباراة دوناروما، باي باي فلافل، باي باي الحلم، باي باي. 8 أتلتيكو 1 فلافل، مجموع مباراتين. ثقيلة جدا يا أتلتيكو مدريد، ثقيلة جدا يا دوناروما، أفضل حارس بالعالم قمنا بشرائه، ولكن بسبب غياب إريك أمامه قبل 8 أهداف أمام حامل اللقب أتلتيكو. لا تبكي يا دوناروما، لا تبكي يا تشافي سيمونز، هكذا شاءت الظروف. قلب الدفاع وقلب الهجوم أصيبوا بنفس اللحظة وليس لدينا بدلاء. إذا التشكيل اكتملت يا جماعة، رجع غارثيا، إمري دمير صارت طاقاته 96 بعمر 25 سنة، آيكون يا جماعة، هذا اللاعب آيكون خلص. عنا راس بادوري رجع، طبعا سيمونز 94 كمان، فاتي 93 صاحب الكرة الذهبية. لاعبين نطاقاتهم ممتازة، لكن الموسم القادم لازم نركز على البدلاء ونجيب لاعبين. لحد الآن ماشيين بالدوري بشكل صح ونحن المتصدرين، لكن مان سيتي ناقصه مباراة، إذا فاز فيها ممكن على مان يونايتد طبعا ممكن يتصدر مكاننا. بدنا فلوس الدوري، إن شاء الله نقدر ناخده 7 جولات على النهاية. إذا الموسم انتهى ونحن أبطال الدوري، أخذنا فلوس الدوري، وإن شاء الله رح نعمل تعاقدات قوية جدا بالموسم القادم. المركز الثاني مان سيتي ب 80 نقطة، طبعا جائزتنا من الدوري 179 مليون، يا رب رح نجيب بدلاء ونظبط وضعنا. جماعة أنا جددت له عرضه لبالدي وأعطيته فلوس وكل شيء، ولكن مصر على إنه يروح. وعم حاول احضر العروض فعم يقول انه لا يمكن حضر العروض. صراحة الله يستر يا جماعة، الله يستر من انه بالدي يترك الفريق، لانه مصر راح ارفض العرض وما راح خليه يروح لمكان. جددت له العرض وعطيته الراتب اللي بده اياه واتفقنا يا بالدي خلاص. تشافي سيمونز قريب من 95 يا جماعة، طاقات على البلايستيشن 5، ما فينا نلعب بالطاقات ولكن طورناه ووصلنا. صانع العاب راح توصل 95 بست اسابيع، يا عفو الله. عندك تشافي سيمونز وامري دمير، صراحة تطور عجيب جدا، 96 لامري دمير. عندك هداف الظل ممكن ترجع توصل 97 لامري دمير، هل راح نشوف 99 بهاي السلسلة؟ والله شكلنا راح نشوفها مع الامري. ايثان الى موسم جديد ويا خوفي يروح بالدي هيك بدون اي شيء، يعني بدون اي سابق انذار، مع اني جددت له واعطيته راتب واللي بدك اياه يا بالدي. لا تخوننا، كبرناك شبر ابن 7 سنين ونحن عم نكبره لبالدي يا جماعه. اخر شيء يجي يتمرد على النادي، رافض التعاقد بالدي يجذب الاهتمام. مان سيتي بده بالدي، عم يحاول ياخده يا جماعه. عرض انتقال من مان يونايتد عم يحاولوا يخطفوا منه ورفض العرض. انا راح ضل ارفض، ولكن الله يستر ما هو ينفذ الانتقال لحاله، لانه هاي بتصير كثير. مان سيتي رجع عرض له، عم حاولوا يلعبوا بمخه للولد. خلص يا مان يونايتد، مان سيتي مو للبيع بالدي. حاليا ميزانيتنا 222 مليون مثل ما شايفين يا جماعة، 222 مليون بنقدر نجيب لاعبين وشي حلو صراحة. نفكر بهذا الموسم بيع أكوادو وجيب مدافع قوي احتياطي، مشان ما يصير فينا مثل الموسم القادم، بحيث انه اذا صاب غارثيا او أروخو فرح نضيفه ونشوف العروض. وقيمته حلوة، قيمته 25 مليون ونص، يعني منيحة وممكن يجيب سعر اكثر. عن هذا المدافع كمان راح اضيفه لقائمه الانتقالات، هذا كمان ويليامز راح احاول اجيب سعر فيهم، اذا جبنا، اذا ما جبنا راح اتركهم خلص. هذا المهاجم كمان راح احاول بيعه، قيمته والله ليكو. هذا المورغان بيجيب سعر، ممكن يجيبنا كمان 30 40 مليون،
هذول المهاجمين اصلا انتو كومبارس يعني، فراح احاول اشوف الاسعار الحلوه ببيع اللاعبين ونجيب مهاجم تاني بديل لراس بادوري، وممكن عم فكر كمان نجيب ال دبليو او ار دبليو، فبنفس الوقت فينا نحط لاعب من حي الله لاعبين امري دمير فاتي يوسف دمير اس تي اذا انصاب مثلا راس بادوري، فما عندنا مشكله، مو شرط اس تي، مو شرط 100% اس تي. ليفربول عم يرجع بيعرض لبالدي، كلهم عارفين انه هو راح ينتقل، فعم يحاولوا يغروا يا جماعه، شوفوا قديش قيم هذا اللاعب عنا، قديش اهرينهم الفلافل. ابطال البريمير ليج يا ليفربول يا مان سيتي يا مانشستر. اذا اول عرض جانا لاغوادو المدافع اللي جاب لنا العيد بالموسم الماضي من بروسيا دورتموند ب 25 مليون تقريبا نفس القيمه، هل ممكن نطلب اكثر من هيك؟ 28 ممكن نطلب، اذا راح اطلب فيه 28 مليون مثل ما وصونا برا، ونحاول ناخذ فيه هذا السعر او نطلب اكثر. طيب شوي، خلينا نطلب تقريبا يعني 30 مليون تقريبا، خلينا نشوف ردة فعله. بس ما يهرب، بس ما يهرب، بدهم يعطونا فيه 26 مليون. لا حول ولا قوة الا بالله، ما راح ياخذ اللاعب. اذا عرض لويليامز ب 5 مليون، واكثر شيء ممكن نجيبه 6 مليون تقريبا، فرحب بالعرض. يلا ما بيناتنا مليون، هيا بينا، يلا الله معك. اذا عرض لاغوادو من بايرن ميونخ 1 مليون وخذه. لا حول ولا قوة الا بالله، ليش هيك ما عم يدفعوا فيها المليون الزيادة؟ عرض لبالدي من باريس سان جيرمان مبادلة، بدي يعطونا لاعب كمان. لا حبيبي، رفض العرض. انا عم حاول بيع اوبلاك صراحة قبل ما يعتزل، يعني شو مكسبنا فيه؟ بنكسب، بنجيب حارس حتى ولو عملاء احرار بديل لدوناروما، صعب ينصاب دوناروما او يصير له شيء، فبنقبل العرض ب 3 ملايين، هو اكثر شيء بجيب 3 و400، فيلا قبول العرض. الله معك، والله عرض حلو هذا لمورغان، 34 مليون وممكن نتفاوض هذا اللاعب اصلا، يعني صراحه 80 يعني حتى ما بنقدر ننتظره، لازم نجيب مهاجم قوي، فهذا راح يفيدنا بانه نجيب مهاجم اقوى. راح اطلب منهم 43 مليون، يلا هيا بينا خلينا نشوف. 34 يا حبيبي حبيبي حبيبي، طب اسمع، انا راح انزل، انا راح اكون معك 40 مليون، طيب شو بدك احلى من هيك؟ ها ممتاز، دفعوا فيه 40 مليون، هذا اللاعب لا على الباب ولا على الحسبان يا جماعة، جبناه عملاء أحرار وحاليا بعناه ب 40 مليون، إذا بعد ما بعنا مورغان صار معنا 289 مليون يا جماعة، وميزانية رواتب 700,000، يعني ممكن حاليا ميزانيتنا تقريبا بتوصل 300 برياحة إذا سحبنا هي شوي، خلينا نشوف، نعم 300 مليون يا جماعة، لازم نجيب فيها مهاجم ومدافع بديل قوي، حاليا خلينا نشوف التشكيلة كيف. ما خسرنا شيء على ارض الميدان، بدنا حارس بديل، بنقدر نجيب عملاء احرار، خسرنا عدد لاعبين، عدد لاعبين صار قليل، ولكن عملاء احرار موجود مليان، بنحطهم باحتياط الاحتياط، بنزدهم كزياده عدد عشان ما يصير عندنا مشاكل بالفريق، وبنقدر هلا نجيب مدافع بديل لغارثيا واروخو قوي جدا، وبنقدر نجيب كمان بديل لراس بادوري ولفاتي وليوسف دمير بنفس الوقت، يعني ممكن نجيبوا ار دبليو ال دبليو او اس تي، خلينا نشوف. اذا كسي بي كبداية عنا أوباميكانو، ممكن يطلبوا فيه من 144 لل 200، وأنا شايف كتير لأنه عمره 30، فينا نجيب أفضل منه كسعر ويعني كطاقات قريب. هلأ في توموري كمان كبير بالعمر، ولكن ممكن نجيبه بسعر ممتاز جدا، ولكن رح ينزلوا طاقاته وما رح نستفاد منه كتير. هون بحطنا الجمال يا جماعة، دفاع بروسيا دورتموند ممكن نجيبه بطاقات 87، وقيمته صراحة كتير عجبتني، يعني شوفوا بالنسبة لأوباميكانو كتير حلوة القيمة، ممكن نقدر نجيبه ب 94 مليون للفريق. في عنا هذا مدافع أتلتيكو بما أنهم أبطال دوري الأبطال وبيلعب كمان ألبي، فممكن يكون كمان بديل لبالدي بنفس الوقت، كمان قيمته بين 88 و 91. في مدافع تاني كمان لأتلتيكو هو هاد، ولكن أنا أكثر واحد عجبني وبيلعب هو ألبي وسيبي، فبيكون عنا بدل البديل بديلين هذا اللاعب، وكطاقات وقيمة كتير حلو ومناسب، فخلينا نروح ونحاول نتعاقد معه ونسرق نجم من أتلتيكو مدريد. راح أقدم له عرض كبداية ب 69 مليون، أنا حر، أنا بقدم العرض اللي بدي إياه يا سيميوني، بس ما تهرب، طول بالك. طق 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 وات جماعة، في شي غلط، سيميوني صلى على النبي. لا علينا، ممتاز، احلى من هيك بدنا؟ ما في احلى من هيك يا جماعة، وسريع. انا فكرت من جسمه قلت معقول في مشكلة او شي، خلص تفاوض، ممتاز جدا سيميوني يا جماعة، ما بعرف شو صار له. راح تكون هام بالفريق، هل راح يقبل ولا لا؟
ما بعرف. حلو، قبل ممتاز، 4 سنين، اهلا وسهلا فيك للفريق، ما عندنا مشكله. 31 سنه، اذا غوارديول راتبه 110، رواتبنا نحن ما عندنا مشكله بالرواتب، نعطيك نفس الراتب، شو رايك؟ اذا تطلب اكثر عادي ما عندنا مشكله، طلب اكثر ولكن بلا هاي المكافات، تزعجني المكافات. تعال على الفريق هيك، ممتاز جدا. اذا اهلا وسهلا فيك، صار عنا مدافع بديل وجبناه بقيمة حلوة كتير، وضل معنا فلوس كتير لحتى نجيب مهاجم ناري جدا. واخيرا يا جماعة شفنا عنا بالاحتياط هيك لاعب طاقات قوية يا جماعة. مثل ما شايفين لحد الان اقواده ما بعته، بالمناسبة اقواده 81 موجودة، يعني صار عنا مدافعين. هلا هذا بديل لاروخو بالدي خلينا نعتبر، وهذا اقواده بديل لغارثيا، طبعا اذا انصابوا اثنين سوا، ولكن البديل الاول هو راح يكون غوارديول. بالنسبة لليمين لحد الآن ما عندنا بديل، ولكن يعني ما عندنا مشكلة، بنقدر نلعب مثلا بالدي، بنقدر نسحب غوارديول على اليسار، فصار عندنا بالنسبة للدفاع في بدلاء كافيين، وهذا البديل بينزل بقوة، ما بينزل مثل أغوادو بالموسم الأول، فصارت الدفاع بتوقع ما عندنا مشكلة أبدا أبدا. ميزانيتنا بعد التعاقد لهلا 232 مليون، فبنجي على المهاجم. والله يا جماعة أنا حابب أعمل ضجة بالموضوع، حابب اعمل شيء قوي جدا، فينيسيوس جونيور، شو رايكم؟ شو رايكم 29 سنه نجيبه لمجموعتنا وقيمته 138 مليون يا جماعه؟ فينيسيوس تعال تعال نشوف شو بدنا نساوي فيك. ال دبليو ممكن كمان العب في ال دبليو ونخلي فاتي ار دبليو، وبنفس الوقت ممكن كمان العب في ار دبليو، وممكن نلعب في اس تي كمان، وممكن نخلي بديل للاعبين اللي عنا، يعني نبدل بيناتهم نلعبهم كلياتهم شوي شوي هيك فتره وفتره هيك. وممكن نتعاقد مع جونز، بس جونز صعب جدا يا جماعه، لانه بدهم 298 و 424 يا جماعه، كبينا ببلاش هذا اللاعب. اكبر شغله يعني عملتها غلط بحياتي يا جماعه، بيلعب اس تي كام ال دبليو وصارت طاقاته 94، ما كنت متوقع بده يتطور يا جماعه، وقف عن التطور وما كان عم يأدي على ارض الميدان. 5 نجوم مهاره و5 نجوم قدم ضعيفه، ممكن بالموسم القادم نجيبك، لساتك صغير يا جونز. هل نسيت الفلافل يا جونز؟ بنفس الوقت مثل ما قلنا لكم راح نروح ونحاول نتعاقد مع فيني جونيور. هيا بنا، 122 مليون، بس شكله عم يزورني يا جماعه، شكله راح يهرب راح يهرب. 214، ياه على الفرق بين عرضي وبين الشيء الطالب، طول بالك يا طول بالك يا حبيبي. طب اسمع، قيمته هو 138، راح اعطيك قيمته، انزل بالسعر، ممكن ينزل وهيك نزله وحده، عم تصير معي كثير هاي. 214 شكله تنح خلاص. طب اسمع، بده يفكر ويرجع، يلا خلاص لا تعصب. اذا ما قبلوا العرض ورجعوا طالبوا 214 يا حبيبي، والله 214 كتير، رح ارجع اقدم له عرض 156 مليون لنشوف شو ردة فعله، نفس العرض اللي عرضناه زيادة مليون، لا حول ولا قوة الا بالله. 175، يلا 175 مليون، يلا 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 حلو، 175 مليون فيني جونيور، كان متنح يعني تقريبا 25 مليون، 40 مليون تقريبا نزلناه بالسعر بعد مفاوضات كبيرة جدا. اوهو اتى المتألق حاليا، جماعة الريال مكيفين يا جماعة، فيني جونيور بالفلافل، ومو بس هيك فيني جونيور حاليا بالحقيقة متألق، راح يكون عندي بالفريق شيء خيالي جدا. يلا راح تكون حاسم، اكيد اكيد راح تكون حاسم، راح اضبط لك وضعك بالتشكيلة لا تخاف. بده 3 سنين الفيني جونيور، قبول، روح ما راح اطلب اكثر من هيك، بنجدد لك عقدك ما عندنا مشكلة، شرط جزائي بنقبله، اعطونا وش الفيني. يا عيني يا فيني، صورة مصغرة بتجيب مليون. الراتب راتبه عالي كتير بريال مدريد، 450 ألف، يا لطيف الطف، الله يستر ما نخسر الصفقة يا جماعة بالمفاوضات. 450 مجبور اعطيك انا يا فينيسيوس، هل بتستاهل انت 450؟ والله بستاهل يا جماعة، سريع مكير رائع رهيب، راح اعطيك نفس الراتب. طيب والله راتبه عالي كتير يا جماعة، حالي كتير طاقات 90، يعني فاتي انا ما بعطي هالراتب. اذا ممتاز جدا، وافق على هذا الشيء، ما استجرت اعطيه اقل من هيك، خايف يهرب يا جماعه. فينيسيوس بالنهايه، فينيسيوس هذا جو. اذا فينيسيوس، اوه عنا ديمير بيلعب باماكن تاني، بيلعب كام مثلا، وبيلعب ار ام وار دبليو. فاتي تعرفوا ما بيلعب غير ال دبليو، فممكن نخلي فيني مكان يوسف دمير. هون بدنا عزماتكم يا جماعة بالتعليقات، خلينا نشوف وضع الفريق كيف راح يصير.
فينيسيوس جونيور طبعا سرعته يا جماعة 98 تسارع 99، يعني سرعة فل، وطبعا لاعب ناري جدا، مهارة 5 نجوم، قدم ضعيفة 4 نجوم. وفينيسيوس هو لا يعرف من فينيسيوس، صار عنا فيني، راسبا، فاتي، ديمير، سيمونز، وطبعا عنا بديل للمهاجمين يوسف ديمير اللي ضلت عنا 50 مليون ولكن بدون رواتب. خلينا نشوف اذا رفعنا لنا شوية رواتب 100,000 مثلا ضل عنا 44 مليون، والله بيجيبوا لنا لاعب ممكن. هلا بالنسبة ليوسف ديمير قديش طيب قيمته والله ما يعني 166 مليون، ممكن ينباع معنا ب 200 كذا. ما رح نقدر نجيب جونز، كنا جبنا جونز ولعنا الدنيا يا جماعة، ولكن صعب. شوف عنا فاتي قيمته نار 232، راس بدوري 174، فينيسيوس الصراحة كقيمة يعني أقل من كل هدول اللي عنا، عنا لاعبين أقوى، ولكن كمان فينيسيوس رح يكون معنا على أرض الملعب كتير فعال، وبنفس الوقت خلينا نظبط له خطط التطوير. ار دبليو بده اسبوعين، ممتاز جدا يعني بيتحول معنا. خلينا نحاول ار دبليو نشوف تعليقاتكم، ممكن نتراجع عن هذا القرار ونشوف وضع فينيسيوس مع فات. فاران عملاء احرار قديش عمره 36 سنه، يعني بنجيبه بنزته بالفريق يا جماعه، ليش لا ليش لا، ممكن نعطيه 69,000 راتب ويضل معنا يعني سنة، وبيضل يعني بيضل بديل. يلا مدافع رابع، يلا ما علينا. فراري ثاني الفريق يا جماعة، الأطناع ولا أحرار بدون ما نشتريه، فقط براتب. طبعا بهذا الشكل صار عنك دفاعيا صراحة ما في أي مشكلة، يعني أفضل من أقوادو حتى فاران، أكيد أفضل منه مع كل هالتراجع أفضل، والله طاقاته لا بأس فيها، يعني ما في هالتراجع الكبير، يعني ممتاز فاران، يعني رح يكون بديل أصلا رابع، يعني ممكن نزله ممكن لا بعد هذا البديل. فدفاعيا صار عنا دفاع صلب جدا. كسي إم، هلا عنا ديمير، ممكن بديل كام لديمير الثاني، وبديل لسيمونز، وبديل لفيني، وبديل لفاتي، ممكن يلعب ديمير بكل مكان ما عنده مشكله. راس حربه اذا انصاب راس بدوري فمنحول فيني او فاتي لراس حربه، او امر ديمير او حي الله حدا، مو سيمونز لا منحولهم راس حربه ومنزل امر. طبعا اذا صار عندنا اصابه بالهجوم صار عندنا بدلاء، فشوفوا يعني اللاعبين الموجودين عندنا كبدلاء اقوياء، صار عندنا 3 لاعبين، ولكن ضل عندنا مشكله الحارس البديل، لازم نلاقي حارس بديل. في عندنا حارس هون ما بعرف شو قيمته، ولكن شرطه الجزائي 43 مليون، ما بعرف رح اقدم له عرض هيك 30 مليون، هو حارس شاب ممكن يكون عندنا بديل، وبالفلوس ضلت عندنا، اذا بدهم انتقال 45 مليون. صراحة شكله طاقاته حلوة كحارس بديل، وعمره 21، ممكن يضل معنا بديل لسنين طويلة إذا كملنا بالسلسلة طبعا. فخلينا نشوف، ما معي هذا المبلغ يا حبيبي، ما معي، فبقول لك 35 مليون، يلا أعطينا إياه أعطينا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله. صار عندنا حارس بديل حلو ومستقبلي كمان، ممكن يتطور معنا يا جماعة، عمره 21 سنة، فحاليا تقريبا يعني بتكون طوله 90% تشكيل اكتملت حتى احتياطيا. بالنسبة للاستي لا تاكلهم يا جماعة، راس بدوري إذا انصاب رح نغير التكتيك ورح نلعب، يعني في حيالة لاعب عنا ممكن نحاوله استي، ما في مشاكل أبدا، أهم شيء ما نلعب بلاعب ما بنعرفه يا جماعة. بالحلقة القادمة رح نشوف قرعتنا بدوري الأبطال لهذا الموسم، هل رح نقدر ناخذها مع اللاعبين الجدد؟ فشكرا لكم على المتابعة، دمتم بألف خير.